لما بلشنا من 25 سنة كان عندنا طموح بس ما كنا عارفين لوين بدنا نوصل. بحس PSI is part of me. الشركة عائلتي، يعني أنا ما بيجي على الشغل، بيجي على PSI. بلشت من عمر الشركة. اليوم لما بنعمل فلاش باك وبشوف إنه بعد 25 سنة من الشغل القاسي من التعب، بحس إنه في شيء certain satisfaction. بثلاثة كانون الأول 1992 انضميت للشركة وبلشنا نأسس PSI. بلشنا بالبوشرية بمحل صغير، رجعنا انتقلنا على الحمرة، استأجرنا سنة وشوي بالحمرة، رجعنا انتقلنا على الدكوينة. أنا بلشت بالدكوينة بال 1994، كان عنا شركة صغيرة عقدنا مع ويرهاوس صغير، بعدين هلأ صرنا هون بجسر الباشا. كان دائما الهدف تبعنا مثل ما اسم الشركه بيقول، يلي هو برودوي سوليوشن انفورماتيك بالفرنسي، يعني اجهزه وحلول المعلوماتيه. كان دائما هدفنا انه نعطي افضل البضاعه وافضل الخدمات للزبون. بعثنا فريق العمل الصيانه وفريق الشركه بشكل عام لدورات تدريبيه بلبنان وخارج لبنان باوروبا والخليج، اوكي، ليواكبوا التكنولوجيا الجديده اللي عم تنزل. خلقنا شعار بالعمل، الشعار بيقول to provide professional services and solutions to professional customers. نحن بنشتغل عموما مع professional customers، وبالتالي واجباتنا نعطيهم حلول وخدمات على المستوى المطلوب. العنصر البشري كان دائما الرأسمال الأساسي للشركة، معظمها صار لهم بالشركة أكثر من 20 سنة. هن هو الاساس بالشركه، هن المتكل عليهم بالشركه، هن منحافظ عليهم، وهن يلي بخليني الشركه تكمل. عم نبني بفريق عمل مهني ومتجانس، وهذا الفريق مستمر بالرغم من كل الظروف اللي مرقنا فيها. PSI بتضلها تعلم، بتضلها تعطي، وقد ما تتعلم بتعلمك اكثر، وهيدا الشيء كان كثير شيء بوزيتيف لإلي. بس بلشت بالشغل كانت مثل صفحه بيضاء، والشركه دعمتني وقدمت لي كل الاوبورتونيتيز لاوصل انا للاكسبيرينس اللي انا هلا فيه، علمتني كيف واجه التحديات، كيف كون كرييتيف بشغل الماركتينج بالمجال اللي انا فيه. ما في شركه بتنمى وبتتطور منها بذاتها ولحالها، في التيم، الإدارة والبارتنرز. البارتنرز تبعولنا اللي هن أوكي، اللي هو شارك، اللي هو كوبرا، اللي هو مجموعة من الشركات الكبيرة والمحترمة، يلي كمان هي عطتنا كتير، عطتنا خبرة، عطتنا سبورت، عطتنا دعم مادي ومعنوي، يلي خلانا كمان نحن نتطور. هاي روبير. هاي روبير. هاي PSI تيم. All the best to your 25th anniversary, and we will see each other soon and celebrate this event. See we you. We wish you a happy 25 years. الاستمرارية تبع PSI خلال 25 سنة هيدي أكبر شهادة إنه كانوا عم يلاحقوا وعم يعملوا فولو أب مع زبائنهم، إن كان بالصيانات أو بالخدمات الإضافية اللي كانوا يقدموا ليها. أنا ماني حابب أعيد PSI بال 25 سنة، أنا حابب أعيدهم بشغلي رح يمكن بوح فيها بمعرفتي بروبير، لأنه روبير عم بحضر لل 25 سنة الثانية بتأمين استمرارية الشركة عن طريق a good succession للتيم اللي حواليه ولعائلته وللبارتنرز اللي معه. نحن ب PSI throughout the 25 years نجحنا نبني علاقات قوية مع السبلايرز تبعنا، قدرنا نحول the normal business relationships to real partnerships. قدرنا وصلنا لوكالاتنا العالمية اللي نحن بنمثلها بشكل حصري. بتذكر شغلة هيك طريفة، أول مناقصة أخذناها بال94 ما نمنا ليلتها،
بقينا كل الليل نعيد الكونترا ونقرأ. كان أول ديل كبير بناخده واحتفلنا وهلأ صرنا تقريباً نحن والمناقصات فاميليار يعني كتير. الموظفين بيعرفوني كان عمري 5-6 years. We used to play together. بتذكر على الفوتوكوبيرز نطبع إيدينا. I can't forget يعني these days. إنه أنا تفاجأت إنه صاروا هالقد. بقى أكيد بتمنى لك النجاح الدايم هي first. Second, الله يطول بعمره لمستر كنعان. إذا برجع 25 سنة لورا إيه؟ برجع بعمل PSI لأنه اليوم اللي وصلنا له حلو. حلو النجاح بالحياة. حلو واحد يوصل لمحل حس إنه تعبه له قيمة وله نتيجة. المستقبل بإيد الله. نحن اشتغلنا تنبني شركة للمستقبل وأنا بتمنى إنه هذا الشيء يستمر لأطول وقت ممكن إذا الله عطانا عمر. وعلى كل حال أولادنا من بعدنا بيكملوا 25 سنة وصلنا لهون بفضلكم كلكم سوا. خليك بفضل تعبكم وشغلكم. كل واحد منكم له فضل على هذه الشركة. اليوم نحن كلنا سوا بنحتفل بهذه الشركة وعلى الله يخليكم ويديمكم. إن شاء الله بعد عمر طويل تحتفلوا بالـ50 من دون لا وجودك.